السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام علينا عليكم مشاهدينا الكرام. عد جديد من حصتكم واش نطيبوا اليوم. رحنا رانا في فصل الشتاء ولازمنا دائما وصفات لتعطينا التدفئة، كذلك وصفات صحية ووصفات تكون موسمية وتكون كذلك في متناول الجميع. إذا الوصفات تاعها اليوم اللي هما عبارة على حساء تركي لكن حنضيف فيه لمسة جديدة. أما الوصفة رقم 2 اللي هي الطبيخة، طبيخة نعرفوا أنه طبق تقليدي جزائري ما نقدروش نستغناو عليه، والأصل تاعه هو يجينا بالفول الأخضر. أما التحلية عنها اليوم اخترت لكم معجون البرتقال، ولا معجون البرتقال يعني اللي يكون حبة تاع البرتقال تكون أونتي، يعني ما نشحى كما يقولوا نرحيه، وإنما يكون دي مغصو باش يعني بو لا بريزونطاسيون. حنا نعرفوا هاد يعني هذا الطبق تاع معجون البرتقال طبق تقليدي جزائري، يعني ما يوخرش من اطباق من المائده الجزائريه خاصه في فصل الشتاء. ما كيكونوا عندهم وليمات ولا يعني حفلات ولا سبوع ولا تاع اولادهم، هذا يعني المعجون يحطوه في الاطباق يعني فوق المائده. اذا نبداو مباشره في الطبق الاول اللي هو عباره على حساء تركي. نشوفوا المقادير تاعو. يعني القاعدة تاع الحساء التركي هو يستعملوا فيه البصل، يستعملوا فيه الجزر، ويستعملوا فيه العدس الأحمر، لكن أنا زدت فيه إضافات يعني هذيك اللمسة تاعنا. احنا ما نقدروش نعرفوا أنه الجزائر يعني غنية بأطباقها، يعني اللي تستعمل فيها بزاف الخضروات، يعني احنا نستعملوا كمية كبيرة تاع الخضروات في الأطباق تاعنا، وهذا هو يعني يعني الأكل الصحي تاع الصح كما يقولوا، باش يعني الخضروات صحية بزاف. إذا عندنا بالنسبة للمقادير، عندي هكذا حبة تاع البصل قطعتها بهذا الشكل، عندي حبة تاع بس قطعتها مربعات صغار، حبة تاع الجزر، ما ننساش كذلك الكابويا مهمة جدا وصحية وراهي متواجدة في الأسواق والسعر تاعها في متناول الجميع، حبة تاع الطماطم كذلك، وعندي كرافس، حشيش شربة، شوية فلفل كحل، وعندي مكعب مرق الدجاج. هنا تقدري تستغني عليه، تقدري ديري الكركس تاع الدجاج، تقدري ديري كما يقولوا ما ديريش كامل، يعني تخليه كما راهو، لان حنا نعرفوا انه العدس الاحمر عنده الذوق تاعو بزاف بنين، ونعرفوا انه العدس كذلك صحي وغني بالبروتينات والالياف. اذا اما بالنسبه للطبق رقم 2 اللي هو عباره على الطبيخه، طبيخه ما نقدروش نستغناو عليها وراح نديرها لكم حاره. نبداو بالطبق رقم 1. اذا بسم الله نجيب لا مغميت تاعي، على الحاجة الأولى اللي نديرها هي الزيت. هنا تحبي طيبي بزيت المائدة ولا زيت الزيتون، راح ندير أنايا ملعقة تاع زيت المائدة، ما نكترش لأنه فيه الخضروات. فوالا نخلي فقط المقلة تاع المرمي تاعي تسخن، بعد ذلك راح نبدا نرمي في الخضروات تاعي. إذا الحاجة الأولى راح نحط البصل تاعي، لأنه يحب كمية تاع البصل، راح نضيف كمية تاع البسباس، وهنا نحتاج كذلك الجزر. احنا نعرفوا انه اولادنا ما يحبوش الخضروات بزاف، لكن احنا نقدروا نقدمهم لهم بهذه الطريقه. هنا بالنسبه لهذا الحساء سيدتي ولا حساء التركي، هنا تقدري تضيفي له اضافات، خاصه يعني اضافات مهمه للاطفال تاعك، تقدري تضيفي لهم زريعه البسباس لانه صحيه للاطفال. كاين احنا نعرفوا انه الحلبه عندها فوائد كثيره خاصه للاطفال، حنا نعرفوا انه هداوي الخلعه صحيه تنحي لك يعني صحيه. حنا نعرفوا انه من بكري الحلبه يهضروا عليها. اذا تقدري سيدتي ترمي حبات تاع الحلبه في الحساء تاعك، بالنسبه للاطفال تاعك بزاف صحي، يعني هذه كانت الام تاعنا ديرها لنا بكري، يعني ما شاء الله. اذا راني حطيت كامل الخضروات تاعي هنا، هنا نحمسهم احسن، لانه السر كامل سيدتي راهو في التحماس. كي تحمسي الخضروات تاعك والبصل، صدقيني بانك الاكل تاعك راح يكون بنين، ويعني تكون عندك نتيجه رائعه. اذا عندي هنا هذيك الحبه تاعي تاع الطماطم،
فوالا بهذا الشكل. نحطها بهذا الشكل فوالا. ليها فقط هنا بعدا نعاود انه نحتاجها. هنا بالنسبه للكابويا انا في المنزل كاين وين يعني نخلي كل شيء طيب ومن بعد نرحي الحساء تاعي. بعد ذلك واش ندير؟ نرمي الكابويا تاعي ونخليها طيب. حنا بالنسبه للاطفال انا دائما تفكيري يكون على الاطفال لانه عندنا مشكل معاهم يعني في الاكل تاعهم، يحبوش ياكلوا الخضروات، ونعرفوا انه الكابويا بزاف صحيه خاصه اللي عندهم مشكل البروستات فوالا، وغنيه يعني بالاملاح المعدنيه جد غنيه. اذا واش راح نديروا؟ نعرفوا كذلك انه تقوي المناعه. اذا واش راح ندير؟ انا راح نضيفها هنايا مع الخضروات تاعي كذلك راح تتحمس. هذا هو يعني كيفاش رايحه نطيب الخضروات تاعي. نمروا واش راح ندير؟ العدس تاعي انا كنت غسلته بيان سور، نشفته خليته نشف كامل. دوكا بعد شويه فقط بعد ما تحمس الخضروات تاعي راح نضيف العدس تاعي، ورايحه نمرق بالماء دافي ونخليه حتى يطيب كامل ونرحيه. في الاخير راح نضيف المكعب ديالي. اذا هنايا قبل ما ننسى شويه فقط فلفل كحل هنا سيدتي تقدري تستغني عليه، انايا فقط باش يعني نكه الحساء تاعي. بالنسبه للاطفال تاعك تقدري ما تستعمليهش. حنا نعرفوا انه الفلفل الكحلي يعني مضر، ولكن كاين وين يكون صحي لانه نعرفوا فوائد الفلفل الاسود هو انه يساعد على عمليه الهضم. وكذلك اللي عنده مشكل تاع الزكام بكري كانوا يديروا لنا يعني حبه بيض، كانت الامهات تاعنا حبه بيض تقليها لنا وتكثرنا فيها فلفل كحل بزيت الزيتون، يعني تجي بزاف رائعه ومليحه اللي عنده مشكل تاع الزكام. اذا هذا هو فائده تاع فلفل كحل. على نخلي الخضروات تاعي يتحمسوا، نمروا نشوفوا الطبق رقم 2 تاع اليوم. طبق يعني ما نقدروش نستغناو عليه، طبق الطبيخه. يعني نعرفوا انه المائده الجزائريه غنيه بهذا الطبق. طبيخه تختلف يعني طريقه التحضير تاعها من منطقه لمنطقه. اذا كاين اللي يدير طبيخه بالفول والجلبانه، انا حندير لكم انا اليوم بالفول والجلبانه والثوم والحار مع النعناع والكسبر. كاين اللي يدير طبيخه بالجلبانه والفول ويدير لها زروديه ويدير لها البطاطا. هذه طبق تاع كاش منطقه واحده اخرى، خاصه احنا المنطقه تاع بومرداس. منطقه بومرداس غنيه بالخضروات، يعني الخضروات تاعها موسميه رائعه. اذا احنا مشهورين بالطبق تاع الطبيخه ونحضروهم بزاف. نديروا احنا الطبيخه تاعنا نحضروها بالجلبانه ونديروا لها الفول ونديروا لها الجزر ونديروا لها البطاطا مع القرنون. كاين وين نديروا فقط القرنون والجلبانه والفول، اكيد النعناع وحشي الشربه لازم يكون في الطبق تاعنا. وكاين منطقه مثلا في منطقه بليده يحضروا طبق طبيخه بالفول والجلبانه والنعناع والكسبر. هذه يعني منطقه الجزائر كذلك كاين يديروا فقط الفول يعني والثوم والنعناع والكسبر. حنا لازم نعرفوا لماذا علاش يديروا، يعني باش تشوفوا حنا الماكولات الجزائريه والجزائر غنيه باطباقها التقليديه الرائعه. نعرفوا فقط بلي اطباقنا ماشي غير فيهم البنه فقط وانما اطباق صحيه. حنا علاش دائما نستعملوا النعناع في الفول؟ لانه حنا نعرفوا انه الفول فيه يدير لنا مشكل في الجهاز الهضمي وجهاز الكولون كما يقولوا، ويدير لنا يسبب لنا غازات. اذا النعناع واش يدير؟ الهدف تاعه هو انه طارد للغازات، يعني هنا ما يكونش عندنا مشكل كي ناكلوا الفول تاعنا خاصه كي يكون حار. اذا نجيبوا المرميطه تاعنا باش نحضر. دايما نحب نمسح لي ريسيبيون تاعي قبل ما نحضر فيهم.
تي فقط. حاجة كذلك مهمة، الطبيخة تاعنا ما نستعملوش فيها احنا زيت المائدة، وإنما نستعملو زيت الزيتون. هذه يعني حاجة اللي ما نقدروش كيما يقولوا نستغناو عليها، زيت الزيتون مهم جدا في هاد الطبق. احنا يعني طبيخة نشبعوها بزيت الزيتون خاصة في المنطقة تاعنا. إذا نحيها فقط باش ما تسخنيش تتحرق. عندي المهرس ديالي راح ندير فيه الدرسة تاعي. الله الله، كنت شمخت انايا هذا الحار ديالي. هذا هنا حنحط الفول هنا فقط، نخلي زوج سنينات تاع الثوم للحساء تاعي. هلا بهذا الشكل راح نضيف شويه ملح في الدرسه تاعنا. هكذا باش هذا. اذا حطيت هنا حندير الدرسه عاديه تاع زمان. هلا بهذا الشكل. هلا حندير الدرسه تاعي. الدرسه تاعي فيها الحار وفيها الثوم وفيها الملح كيما نديرو زمان. فوالا بهذا الشكل. حنا بزمان اكيد كانوا الامهات تاعنا على حسب ما يحكوا لنا المهرس تاعهم كان تاع النحاس. النحاس نعرفوا انه كي يعني يهرسوا به، يعني يهرس لهم جيدا، يعني يرجعها اون بيغي، ماشي برك الدرسه ترجع اون بيغي. بهذا الشكل الرائحه واش نحكي لكم، راهي ريحه يعني الاطباق تاعنا. بهذا الشكل إذن هنا كنت درت زيت الزيتون. فوالا نعاود نحطها لهنا. راه واش حندير، حندير قليل من الماء هنا فقط باش كيما يقولوا باش المهرس تاعي ما يقعد فيه والو. وميم طون انا علاش في نفس يعني في نفس الوقت ما راحش حاط تحرق لي زيت الزيتون ديالي. هذا بهذا الشكل زيد لها ونخليها تبدا تغلى غير بشويه. راح نحي شويه نعناع، وريقه تاع النعناع باش نديرهم يتحمسوا في الاول. نحط فقط هنا باش نغسلهم. نحشي الشربه جلبانه. ما نعرفوا انه موسم الفول والجلبانة والقرنون. بهذا الشكل نكتفي بهذا. إذن راني غسلت هذاك الحشيش ديالي، راح نضيفه. راح نضيف حشيش الشربة كمية قليلة فقط، لأنه الطبيخة تحب النعناع أكثر من الحشيش. دوكا نحط الفول تاعي بهذا الشكل. هلا بهذا الشكل. نضيف الجلبانة تاعي ونحرك كلش مع بعض. هنا دوكا نحمسو كيما قلت لكم، السر كامل راهو في التحماس. نحمسو الجلبانة مع الفول.
هنا الملح كنت درت ديجا من قبل، من بعد نشوفو اذا كان نزيدو لها ولا لا. لا نخلو يعني الجلبانه تاعي مع الفول. هنا مازال نزيدو شويه بابريكا يعني الحمار، حتى حنرميها هكذا. كاين اللي يدير لها شويه كمون، ديروا شويه فقط شويه كمون. هلا هذا الشكل. لانه الكمون يتماشى بزاف مع الثوم. فوالا بهذا الشكل نخلوها غير تتحمس في عقلها، من داك نطلعوا عليها بهذا الشكل. اذا هنا بالنسبه للماء راني شفتوا فين شفتوني مازال ما درتش الماء، نديرو فقط من بعد كميه قليله فقط باش يعني يطيب لداخل هذاك الفول ديالي. نحرك هذوك الخضروات، شوفوا الشكل تاعهم راهم دبالو، تحمسوا تلقوا كامل هذاك الماء ديالهم. شوفوا دوكا راح نرمي هذاك العدس ديالي، ندير كميه قليله ما نديرش الكميه كامله، حوالي كاس تاع العدس. ندير حوالي كاس صغير العدس الاحمر ولا الكوراي، ما يقولوا له الكوراي يعني يشبه للؤلؤ. إذن هذا بالنسبه للوصفات تاع يعني الاولى. الوصفه الاولى اللي كانت عباره على حساء التركي، يعني قلت لكم لكن بلمسه جديده نزلت له الكابويه وزدت له شويه تاع الخضروات. والطبقه رقم 2 اللي كان عباره على الطبيخه، ضرب فقط عليها طله لانه نظن انه نخليها تتحمس فقط، بعد ذلك راح نزيد لها شويه بابريكا يعني الحمار. راهي الريحه بدات تخرج، خلي هكذا طيب في عقلها. اذا بالنسبه لهاد الوصفات تقريبا رانا هنا فقط غير ما يتحمس هذاك العدس تاعي واش ندير، راح نمرق بالماء باش يطيب لي العدس تاعي. بسم الله. فوالا نخليه يطيب، بعد ذلك راح نرحيه. هذا هو بالنسبه للعدس تاع نهار. اما بالنسبه لوصفه البرتقال راح نشرح لكم ونشوفوا المقادير مع بعض، لكن قبل ما نشوفوا الوصفه تاع البرتقال مشاهدينا الكرام ندوا فاصل نعود نرجع لكم بعد قليل ونشوفوا كيفاش راح نحضروا معجون البرتقال. أعزائي المشاهدين لحقنا نهاية برنامجنا تاع نهار اليوم، أطباقنا راهم واجدين كيما راكو تشوفوا. لحقت لي هذيك الطبيخة جات سوا سوا يعني نطفي لها دوكا خلاص ندير لها بتيت بريزونطاسيون مع بعض، لأنه مليح تاكلوها هكذا فوالا بهاد الشكل. حندير عليه شوية قصبر أكيد هلا، ونضيف شويه نعناع الله الله من الفوق. كما قلت لكم النعناع يعطي لها ذوق رائع وصحي مام اللون تاعها. فوالا هذه هي الطبيخه تاعنا تاع نهار اليوم، وترافقيها سيدتي الله الله بكسره سخونه. اذا نقول لكم يعني الطبق الاول اللي كان عباره على حساء التركي، شوفوا الشكل تاعو، انا اخترت انه يكون شويه عقد فوالا، رافقته بهذا الخبز تاع الشعير. الطبق تاعنا تاع الطبيخه الرائع، شوفوا فقط الشكل تاعو النهائي. اما المعجون تاع البرتقال الشرائح، اتبعي سيدتي الخطوات خطوه بخطوه وصدقيني راح ينجح لك ويجيك بهذا الشكل. بعد ما يفور كامل هذاك، نعاود فقط ناكد لك، بعد ما يفور كامل هذاك البرتقال ارميه داخل هذاك لو سيغو وخليه يطيب
وشوفي الشكل تاعو كيفاش راح يجي، يعني يجي طايب ويجي الشكل تاعو رائع. فوالا هذا هو الشكل تاع هذاك البرتقال تاعنا، ديرلو فقط تزيين هنا من الفوق. فوالا بهذا الشكل. نتمنى انكم تخفيف عليكم اليوم مشاهدينا الكرام، نتمنى انكم تبقاو اوفياء لبرنامجكم واش نطيبوا اليوم وقناتكم قناة البلاد كذلك. نتمنى انه الوصفة التعليم كامل نالوا اعجابكم وكانوا في متناول الجميع. نوصيكم فقط انه اطباقنا التقليدية الجزائرية مشهورة، وما تفرطوش في اطباقكم التقليديه، هذا هو يعني الاصل تاع الجزائر. اذا نقولكم تبقوا على خير ونتلاقاو ان شاء الله في عدد جديد من حصتكم واش نطيبوا اليوم. مع السلامه.